في الشأن الأفغاني أيضا حذر مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب من أن الحرب الأهلية قد تندلع في البلاد لو انسحبت القوات الأجنبية من أفغانستان قبل التوصل لاتفاق سلام. وفي تركيا بحث المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد تطورات عملية السلام في أفغانستان مع كبار المسؤولين الأتراك، وذلك في أولى محطات جولة شرق أوسطية بهدف تشجيع الأطراف الأفغانية على تسريع المفاوضات لإنهاء الصراع في البلاد وفق بيان الخارجية الأمريكية. وتناول زاد خلال اجتماع مع المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن ترتيبات الاجتماع الأفغاني المزمع عقده في اسطنبول في أبريل المقبل، وأكد الجانبان أن اجتماع اسطنبول سيكون دعما لمفاوضات السلام في الدوحة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان. مزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء معنا من اسطنبول مراسلنا عدنان جان. عدنان، هذا الاجتماع يؤسس للاجتماع المقبل في أبريل المقبل لبحث محادثات السلام حول أفغانستان، ما أبرز ما جاء فيه؟ وهل بالفعل هذا الاجتماع كان مقدمة ويؤسس ويضع لبنة الاجتماع المقبل؟ بالتأكيد ريما، التحضيرات هنا في إسطنبول تجري على قدم وساق، وهناك مساعي دبلوماسية حثيثة لتسريع جمع جميع الأطراف الأفغانية للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وتحضيرا لعقد القمة المرتقبة هنا في مدينة إسطنبول، تمهيدا لجمع جميع أطراف المصالحة الأفغانية هنا في إسطنبول من أجل دفع عملية المصالحة قدما. اليوم المحطة الأولى للمبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد وصل إلى مدينة إسطنبول وعقد لقاء هاما مع المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن. المعلومات التي رشحت من هذا الاجتماع تفيد بأن الجانبان التركي والأمريكي أكدا بأن القمة المرتقبة أو الاجتماع المرتقب هنا في مدينة إسطنبول والذي سيعقد في شهر نيسان أبريل المقبل سوف يكون تكملة لما تم التوصل إليه بين الحكومة الأفغانية من جهة وحركة طالبان من جهة أخرى في المفاوضات التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة. هذه الترتيبات والتحضيرات هي من أجل التسريع في عقد هذه القمة. الجانبان التركي والأمريكي يأملان في جمع جميع الأطراف الأفغانية المتصارعة في هذه القمة من أجل الوصول إلى تسوية ترضي جميع الأطراف وتمهد للمصالحة الأفغانية. وكما نعلم ريما بأن كان هناك مفاوضات بدأت في الدوحة في 12 من سبتمبر من عام 2020 مهدت لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة الأفغانية من جهة وحركة طالبان من جهة أخرى، والآن القمة المرتقبة أو الاجتماع المرتقب الذي سيعقد في نيسان أبريل المقبل سوف يكون استكمالا للتفاهمات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الدوحة. الطرفان اليوم أكدا بأنه يتوجب على جميع الأطراف الأفغانية الحضور والمشاركة في اجتماع اسطنبول. هناك كان مساعي أمريكية حثيثة وطلب من طلب أمريكي من تركيا لعقد مثل هذه القمة، وتركيا تقول بأنها موضع ثقة من جميع الأطراف الأفغانية. نعم، وهي رحبت وهذه القمة تم الترحيب بها سواء من قبل حركة طالبان أو من قبل الحكومة الأفغانية، وبالتالي هناك آمال كبيرة سوف تعقد على قمة اسطنبول من أجل ربما التوصل إلى تسوية تعيد المصالحة بين الأطراف الأفغانية المتصارعة. عدنان جان كنت معنا من اسطنبول. أكدت